تحية لكم مشاهدينا وحلقة جديدة من صحافة الغد واستعراض لأبرز أخبار ومنشطات صحف الغد. أبدأ مع حضراتكم بأهم العناوين ومن جريدة اليوم السابع. اجتماع الحكومة يستعرض استراتيجية التطوير. المصري اليوم تجهيز أكبر مجمع للقاحات كورونا في مصر. مئة مليار جنيه حجم الاستثمارات في الدواجن. الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس السيسي بزيادة المعاشات 13% من الشهر القادم. من العناوين للتفاصيل ونبدأ بأول خبر من اليوم السابع. اجتماع الحكومة يستعرض استراتيجية التطوير، والتفاصيل بتقول أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استهل اجتماع الحكومة الأربعاء بالإشارة إلى عدد من الأنشطة اللي شهدها الأسبوع الماضي في الملف الخارجي، بما يعكس الثقة الإقليمي والعالمي للدولة، حيث استعرض نتائج زيارة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اللي شملت مقابلة مع رئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت تبادل الرؤى حول القضايا المختلفة والتحديات المشتركة، ثم مباحثات موسعة تناولت سبل تفعيل التعاون خاصة في ملف الطاقة. خلال الاجتماع عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استراتيجية تطوير التعليم الفني ودور التكنولوجيا الحديثة في تطبيقاتها، وأكد رئيس الوزراء أن التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب رئيس الجمهورية من خلال التوجيه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية، أملا في توطين الصناعات الكبرى لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب. وعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا والموقف الوبائي على مستوى المحافظات ومعدل التغيير في عدد الإصابات الأسبوعي، مؤكدة أنه يشهد انخفاضا خلال الفترة الحالية. معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء الأستاذ حسن أبو خزيم. أهلا بحضرتك يا أستاذ حسن. مساء الخير. يعني أهم النقاط اللي دار حولها اجتماع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة ما يتعلق باستراتيجية التطوير، لو حضرتك تجملها لنا سريعا. يمكن كانت هناك عرض من الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم امام مجلس الوزراء بالنسبه لاستراتيجيه تطوير التعليم الفني. احنا عارفين القياده السياسيه والدوله المصريه مهتمه جدا بتطوير التعليم الفني منذ 2018 وحتى هذه اللحظه، هناك خطوات كبيره اخذتها الدوله المصريه، ولذلك وزير التربيه والتعليم يعني عرض مثل هذه الاستراتيجيه، وده لان هناك اهتمام كبير يعني هناك يعني هذا او التعليم الفني بيحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية. هناك خمس محاور بالنسبة لتطوير التعليم الفني، من ضمن هذه المحاور أو الركائز الأساسية تحسين الجودة بالنسبة للتعليم الفني، ازاي يكون تحسين مثل هذه الجودة. طبعا تم خلال الفترة الماضية انشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والانتهاء في مجالات التعليم الفني من ضمنها التقني والتدريب، بالإضافة طبعا تحسين الصورة الذهنية عن طريق بالنسبة للتعليم الفني، وخاصة ونحن يعني خلال هذه الفترة بالنسبة لي يعني امتحانات الإعدادية ثم القبول بالنسبة للثانوية العامة، لابد ان احنا نقوم بتحسين الصورة الذهنية لدى البعض مننا، يعني كان بينظر نظرة ولكن التعليم الفني يعتبر انا بعتبره قاطرة بالنسبة للتنمية خلال هذه الفترة، والدولة المصرية مهتمة جدا جدا بالنسبة للتعليم الفني، بالنسبة للمناهج، بالنسبة للمعلم او العنصر البشري وبالنسبة الانسان المصري، كذلك رجال الاعمال او ارباب الاعمال عليهم دور كبير، او المجتمع المدني والقطاع الخاص عليهم دور كبير، ان هم لابد ان يقوموا ببناء شراكات مع الحكومه المصريه والدوله المصريه وانشاء عدد كبير من مدارس التعليم الفني، ويتم تدريب الطلاب والتلاميذ في مثل هذه المدارس، وشفنا خلال السنتين ثلاثه الماضيين تم انشاء عدد من هذه المدارس، وهناك اقبال كبير من طلاب الشهادات الإعدادية على مثل هذه المدارس.
الامر الاخر يمكن هناك عدد من المدارس واهتمام بالنسبه للمناهج بالنسبه للمعلم وما لذلك، حتى بالنسبه لي يعني يمكن بالنسبه لي ترتيب التعليم الفني على مستوى العالم الحمد لله، يعني كنا في 2017 113، ولكن نتيجة الشغل الشاغل من القيادة السياسية والدولة المصرية والحكومة وصلنا للمركز 80 في عام 2020. هذا المركز من ضمن 138 يعني دولة على مستوى العالم، أي أن هناك في مراكز متقدمة الدولة المصرية بتتقدم مراكز كبرى بالنسبة للتعليم الفني، وبالفعل على مدار الساعة هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية من أو الوزارة المعنية بتطوير التعليم الفني وهي وزارة التربية والتعليم. تمام، بشكرك أستاذ حسن أبو خزيم الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. بنوصل مع حضراتكم جولتنا في صحافة الغد ومن جريدة المصري اليوم، تجهيز أكبر مجمع للقاحات كورونا في مصر، والتفاصيل بتقول أن دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت إعداد مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مزودة بخطوط إنتاج جديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت نحو 17 مليون دولار بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات. الوزيرة استعرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء فيديو توضيحي لإعداد مصانع فاكسيرا، مؤكدة أن مصر ستصبح في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وأيضا تناولت موقف تقديم اللقاحات للمواطنين والطواقم الطبية منوهة ببلوغ مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا 429 مركز على مستوى الجمهورية. الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 13% من الشهر القادم، ده عنوان جريدة اليوم السابع، ونقرأ تحته التفاصيل اللي بتقول انه الجريده الرسميه نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 260 لسنه 2021 بزياده المعاشات اعتبارا من 1/7/2021 بنسبه 13%. وكان الرئيس السيسي قد وجه في منتصف مارس الماضي بزياده مرتبات جميع العاملين بالجهاز الاداري للدوله باجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الادنى للاجور الى 2400 جنيه. كما وجه الرئيس السيسي أيضا بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه. كما وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021 بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه. وجه أيضا بتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. من جريدة الوفد، 100 مليار جنيه حجم الاستثمارات في الدواجن. تفاصيل بتقول أنه وزير الزراعة السيد القصير أكد أن مصر نجحت في الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية في اعتماد 30 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور، الأمر اللي بيسهم في استعادة ريادة مصر في تصدير الدواجن، مؤكدا أنه لدينا مشروعات ضخمة متميزة للإنتاج الدجني، وأن حجم الاستثمارات في هذا المجال بتتجاوز 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل. كما أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وحجم إنتاجها حوالي 4.1 مليار طائر و13 مليار بيضة. وزارة الزراعة تساعد في فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي. من جريدة اليوم السابع، إنشاء أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة في مصر. التفاصيل بتقول انه الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه قالت ان انتاج الوقود الحيوي من النفايات هو احد اهم انجازات الدوله في الفتره الماضيه، وشددت على ان الدوله اهتمت بملف المخلفات، ونوهت بانه عقب اعتماد مجلس الوزراء اول تعريفه لتحويل المخلفات
إلى طاقة. تم إنشاء أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة في محافظة الفيوم، وأثبتت نجاح التجربة باشتراك القطاع الخاص. وأضافت أيضا الوزيرة أن الملفات الأخرى المهمة اللي حازت اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي هي المحميات الطبيعية وتطويرها، وتنشيط السياحة البيئية، وكيفية وجود خدمات داخل هذه المحميات. وتم الانتهاء من أول جزء تشريعي وإجرائي بتنظيم عمل الأنشطة البحرية، وأعلن التطوير 12 محمية وزيادة الترويج للمحميات والاستثمار في المحميات من قبل القطاع الخاص، وكذلك المجتمعات المحلية التي تعمل داخل المحميات ممن يعملون داخل المحمية ويقومون بالحرف اليدوية من الموارد المتاحة داخل المحمية، وزاد دخلهم في عام واحد فقط 400% زيادة عما كان عليه في السابق. أيضا الوزيرة قالت أن الرئيس غير ملف البيئة ليكون ملف استثماري، وأنه لا يتم اعتبار هذا الملف نوع من الرفاهية، وأن المتابعة المستمرة مستمرة، وأن مصر لها بلد كبير لها وضعها على المستويات العربية والإفريقية والدولية، ولابد من تعليم الأطفال في المدارس معنى إعادة تدوير المخلفات والحفاظ على المياه والاهتمام بالبيئة. تكلمت أيضا الوزيرة عن منظومة المخلفات الصلبة اللي بتتضمن ثلاث برامج، هي برنامج خاص بالبنية التحتية بيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والبرنامج الثاني تم طرح منظومة القاهرة وستعمل شركات النظافة ضمن المنظومة، وهي فكرة الاقتصاد الأخضر اللي بنسعى إليه. من جريدة المصري اليوم، وزارة التنمية المحلية تراجع مع نواب المحافظين تقنين الأراضي. التفاصيل بتقول ان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اعلن عن استضافة الوزارة اجتماع ل 23 من نواب المحافظين بمشاركة اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الامانة الفنية للجنة استرداد اراضي الدولة وعدد من قيادات الوزارة المعنيين بهذا الملف، تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بالاسراع في اجراءات طلبات التقنين لاراضي الدولة. قال وزير التنمية المحلية انه تم مناقشة بعض المقترحات والاجراءات التي تساعد في الاسراع بعمليات تقنين اراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل كافة التحديات الراهنة لسرعة نهو وحل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل في المحافظات. اللواء محمود شعراوي أضاف أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين للعرض على اللجنة العليا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أي صعوبات، وأشار إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات. أكد وزير التنمية المحلية على جدية الدولة وإصرارها على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. آخر خبر معانا من جريدة الشروق، والخبر بيتكلم عن مد الإعفاء من رسوم الاستعلام والسحب من ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية العام. وتفاصيل الخبر أنه مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرر مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارا من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021. البنك المركزي قال في بيان له أنه ده بيأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا التي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي. تضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمة للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية في حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعملية السحب النقدي على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية. ده كان آخر خبر معنا في جولتنا في صحافة الغد. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة.
شاء الله بكرة حلقة جديدة واستعراض لأهم أخبار صحافة الغد. نشوفكم على خير، إلى اللقاء.